غلق المؤسسات التربوية وتعليق الدراسة لمدة 10 أيام بسبب الانتشار الكبير لإصابات كورونا في الوسط المدرسي ستكون له تأثيرات على رزنامة سير فروض الفصل الثاني بعد أن كانت مبرمجة بداية من هذا الأسبوع، وهو ما سيؤخر لا محالة اختبارات الفصل الثاني. كانت مبرمجة فروض الفصل الثاني ابتداء من 23 جانفي من الشهر هذايا، لكن تقرر عدم إنجازها وتغيير الرزنامة. ما لا شك فيه أنه التأثر راح يكون كبير، خاصة أنه يعني علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فما نقدروش نقوله من الغدوة إن شاء الله وش راح يكون. إن شاء الله هذا يعني يخدم التلاميذ أو في صالحهم، لأنه قادرين يعني تكون كاينة مراجعة. تمديد عطلة الشتاء وعطلة استثنائية أخرى لمدة 10 أيام من شأنه وبحسب مهتمين بالشأن التربوي إعادة برمجة رزنامة الاختبارات الفصلية، ويمكن أن تمتد للامتحانات الرسمية. أيضا فيما يخص الاختبارات الرسمية ربما يكون تغيير في المناهج، في البرنامج، لأنه البرنامج هكذا راح يتأثر ما لا شك فيه نظرا لهذه الاقتطاعات اللي راحين يكونوا، لكن إن شاء الله دائما نكونوا في مصلحة التلميذ كما يعرف الأستاذ منذ الأزل. تحدي كبير ترفعه مجددا وزارة التربية الوطنية من أجل استكمال السنة الدراسية في أجلها المحددة، ليبقى مؤشر الوضعية الصحية الفيصل في تحديد مصير الموسم الدراسي.